ماشي دابا عاد عرفنا حنا الذهب والفضه والنحاس. لا <applause> نعم من الانسان عرف الذهب من اللي خلقه الله عرف الذهب وعرف الحديد وهو عرف الالمنيوم وعرف, وعرف هذه الاشياء ما منذ خلقه الله فلماذا اعطى اهميه للذهب اكثر من الفضه والفضه اكثر من النحاس والنحاس اكثر من المعادن الاخرى؟ ليس الان بالمختبرات لين؟ فاشياء اخرى. عليا واحد الوقت كانت الفضه احسن من الذهب. واحد الوقت كانت الفضة وحتى في العصر الاسلامي الفضه كانت اثمن أحسن من الذهب. <applause> نعم لان الفضه ليست ليست لديها سموميه والاشعاع ديال هذا المغناطيس <applause> بنفس هذا بمعنى ان الرجال ملي كي ي ي ي يحملوا ملي كيزينوا بالذهب <applause> يكون الجسم ديالهم مغناطيس ما يتغنطس اكثر من المراه المراه لا الذهب ما الرجال الذهب يضرهم من الناحية العلمية ولذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم <applause> منع الذهب ذهب على الرجال حرمة نعم نعم حرمة النحاس بالعكس ممكن العيالات والرجال ياخذوا خلخال ديال النحاس في ديهم علاش وحديد يكون أحسن لان النحاس ملي كنديروه في اليد اليسرى فهو كيجبد هذه هذيك الهاله والمغناطيس لان جهه القلب اه حيت كنشوف بعض الرجال نعم الان خص مي... هذه ال... القطعه ديال النحاس خاصها تكون في اليد اليسرى هذه الان وح... وعلى الاقل خاتم خاتم اقلها خاتم نحاس نعم يدار أو في يدار في الاصبع علاش لانه كيجر هذاك المانيتيزم على القلب وكيجر المانيتيزم على الجسم جيد اكثر من ذلك نزيد ندقوا المنطقه ديال مكه ما فيهاش مغناطيس فيها مغناطيس مغن... قليل جدا القطب الشمالي فيه مغناطيس كثير نعم. من المفروض الناس ديال مكه يعيشوا اطول من المفروض الناس ديال مكه يعيشوا اطول وما يمرضوش نعم نعم <applause> لان هذه هي المنطقه اللي خلق الله المغناطيس ديالها والاشعاع ديالها قليل والقطب الشمالي فيه مغناطيس كثير احنا الى قارنا روسنا مثلا مع مكه ما بعد بها بزاف ثلاث ساعات في الطائره يعني احنا عندنا مغناطيس اكثر منهم لكن الان مع يقلب الناموس الكوني ان الان الامراض في العربيه السعوديه وفي دول الخليج كلها يعني حول مكه ولا حتى الشام يعني كله هذه هذه الدول عندها الان امراض اكثر من امريكا امريكا لانها لم تحترم الناموس الكوني الذي خلقه الله لهذه المنطقه <applause> ولذلك في النصائح اللي أعطيت الحجاج انا قلت بان ما يتناولوش اللحم في مكه ما الاحسن لا يتناولوا <applause> لانه مسافر مضطرب عصبيا وان مكه جوها ثقيل ويجب ان يشرب ماء وياكل تمر وشعير فقط فقط, فقط. فقط. فهذه الاشياء ما نبقاوش احنا يعني من منطقه ضيقه من واحد الزاويه ضيقه ونقولوا بان نعم هذه هذه فالانسان عرف الحلبه وعرف الحلبه بانها مفيده والحلبه هي الان مفيده وزكت العلوم وان الانسان كان ذكي وان الله سبحانه وتعالى خلقنا موسى كونيا وانه علم الانسان يعني كيف يعيش وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة هذا علم آدم داخل في كل شيء أن دخل. الله سبحانه وتعالى علم الإنسان كيف يعيش في هذا الكون الإنسان البدائي مه. كان أدكى وكان أقرب للطبيعة من إنسان الآن مه. فالإنسان ما كان عنده ذيك على طبيب ولا مستشفيات ولا تشي حاجة كان يعيش في الطبيعة كان يعيش في الطبيعة كان يحفظ الطبيعة جيدا ويعرف الأشياء التي تنفع والأشياء التي تنفع يعني كان يعتمد على الإيتيولوجيا يعني بحال يمكن حيوانات الآن هي الآن تنحى نفس المنحة أعطيك مثال بسيط جدا كان عرفوا أن هذوك الفئران الجيردان الفئران ما علاش الشركات اللي كتصنع السموم ديال الفئران عندها مشكل لأن الفئران كيزيدوا واحد ياكل إلى مات ما كياكلوش الا بقى حي عاد يأكل الفئران الاخر. أنا فئران تجارب ولذلك عمدت لا 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 الله سبحانه وتعالى اعطاه برمجه في الجسم يلو هكذا. ديك المجتمع ديال الفئران الله سبحانه وتعالى نظمه على هذا الشكل لانهم تمام مخلوقين وكاين اللي تيقول لك عندهم مساوئ في الطبيعه هما عندهم منافع في الطبيعه. عليهم. ولكن ليس هناك مخلوق شيء مخلوق عبث أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا يمكن شيء مخلوق عبث ولا العقرب السوداء ولا أي شيء ولا حتى الصراصير ليس هناك شيء مخلوق عبث غير العلم مازال ما وصلش الاهميه ديال هذيك الاشياء ومن جمله هذه الاشياء كما قلت لك ليش ليه الان ليه ليه الناس كلهم كيتكلموا على الحلبة وعلى الحب الكتان وعلى السانوج وعلى لا 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 لماذا لماذا انا يعني لماذا لان الانسان عاش واحد الفتره ديال من بعد الاستعمار الى الان فتره كاذبه سوداء انه اعتمد على العلم 100% نعم فتره سوداء كالحه لان الانسان ابتعد من الطبيعه وان الانسان مشى بواحد السرعه ديال العلوم وديال التقدم التكنولوجي يعني مفرطه انه الان اصابه اصابته كوارث طبيعيه يعني منها 50% اللي كيموتوا بامراض القلب والشرايين علاش لان كانوا كينصحوا الناس ياكلوا اللحوم لما كانوش الحمراء متخلفين من اللي بداو تاكلوا اللحوم 50% كيموتوا بامراض القلب والشرايين هذا ليس تقدم هذه ليست حضاره الحضاره هي الحضاره الاسلاميه العربيه التي وصلت الى الاندلس لعلموا الناس كيفاش يغرسوا الزيتون والرمان وعلموا كيفاش كيفاش يعيشوا ولكن هذا لا يذكر في التاريخ هم يذكرون تاريخهم نحن لا نذكر تاريخنا <applause> يعني هما ملي كيبغيو يذكروا المسمي كيقولوا الغزات وهنا يعني نال العلماء ديالنا ما يعني ماشي التدوين حنا الناس اللي كيكتبوا ما دونوش هذا هو المشكل اللي عندنا مشكل التدوين الكارثه ديال العالم العربي والتدوين ما كيدونوش هذا الكلام اللي كنقولوا الان انا لو غير هذا الكلام كان مدون وكان في كتب لكان بهر وبهض ال ال العالم الغربي هذه المجموعه ديال الفئران الان الشركات اش كيعملوا صنعوا واحد السم ما كيقتلش مباشره كيقتل على عشرات السوايع باش الفئران كلهم يكونوا خاضوه <applause> من اللي غادي يموتوا يموتوا دفعه واحده هذه فهنا ال يعني هذا التنظيم الله سبحانه وتعالى اللي خلقه في الجسم ولا هذا التنظيم هذا الانسان كان في المجموعه ديالو وليس انسان بدائي يعني بدائي فيما يخص التاريخ وليس بدائي فيما يخص العقل، <تسوح> انا لا اقول بدائي من الناحيه العقليه انما بوذائي من الناحيه للتاريخ التاريخ لان الفتره رقم صفر ولا واحد وحنا دابا الفقره ان اللي يعني <applause> فهذا هذا فقط ما هو كان ذكي وكان انسان يعني عجيب فهذا الانسان ادق شيء في الطبيعه كان كيحفظه ادق شيء في الطبيعه كان كيحفظوا الان إحنا واش كنشوف في الطبيعه مم. كان علماء الان في امريكا ازدادوا في المدينه في واشنطن وفي نيويورك وفي سان فرانسيسكو ما عمرهم لمسوا التراب ولا راوا الباديه ومع ذلك علماء الان يعملون في المختبرات والمراكز العلميه والان يستمع لهم الناس فعلا. هذا الشخص لا راى نمله ولا راى بعوضه ولا راى حيوانا في حياته هذا هو هذا هو الغريب الغريب الامر ليس كل من معه شهاده دكتوراه باحث هذا وليس يعني كل من معه شهادة دكتورة عالم لأن هناك أشياء تحامن من الله سبحانه وتعالى وهنا علماء يعني قاموا بتكوين أنفسهم هو تكون نفسه وحفظ الأشياء هكذا إلى خدينا مثلا غير الأطفال ديال البادية هل هذا الطفل محتاج لموسوعة علمية في التلفزيون؟ لا يحتاج موسوعة علمية لأنه يرى الحشرات ويرى الأزهار ويرى النبات ويرى الأشجار كيعرف الفصول كيشوف النجوم في السماء كيشوف القمر امتى كيطلع وامتى كيروح كيشوف الأشياء الأصوات ديال الحيوانات الضفادع في الليل الأصوات ديال الحيوانات في الليل ومع الصباح يعني موسوعة كيشوفها بعيني كي كيعيشها هذا لا يحتاج موسوعة هذا ثم هذا الطفل اللي في المدينه الطفل في المدينه واخا له موسوعات فلن يفهم شيء الا لما يكون وسط الطبيعه